مجلة العربي بتحتفل بالذكرى الستين على صدورها بالقاهرة، ويمكن في هذا الإطار أقامت السفارة الكويتية بالقاهرة حفل كبير بهذه المناسبة. جاء هذا الحفل بعنوان مصر بعيون مجلة العربي، وهذا الحفل حضره عدد كبير جدا. طبعا كان على رأسهم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وعدد كبير من الوزراء والمثقفين من مصر والكويت والوطن العربي. نتحدث عن هذه المجلة العريقة وتاريخها حقيقة الكبير. هي مجلة ثقافية جامعة، يعني بتقدم مواد ثقافية مختلفة ربما تناسب الفئات العمرية المختلفة، بها أيضا جانب من يعني ربما بيستهدف في فترة من الفترات الأطفال، غير طبعا الشباب وكل من هو يعني مهتم بشكل كبير بالثقافة في العموم. معي ومعكم في هذه الفقرة في هذا الصباح وعلى الهواء مباشرة للمزيد من التفاصيل والمزيد من المتابعة حول تاريخ مجلة العربي، هذه المجلة الثقافية العظيمة والعريقة، الأستاذ الدكتور صلاح السروي، أستاذ الأدب المقارن والنقد بجامعة حلوان. دكتور صلاح صباح الخير وأهلا بحضرتك معنا. صباح الخير يا فندم، أهلا بك. حقيقة قبل ما نتكلم عن ذكرى مرور 60 سنة على تأسيس مجلة العربي، لمن لا يعلم من الأجيال الحالية مجلة العربي نشأتها، تاريخها، أهم وأبرز الكتاب ورؤساء التحرير اللي مروا على هذه المجلة الثقافية العريقة. نعم، مجلة العربي طبعا هي مجلة كويتية تصدر في الكويت، بدأت صدورها عام 1968، وبالتالي فهي تعتبر باكرة يعني قياسا بعمر يعني التكوين السياسي لدول الخليج. رأس تحريرها كتاب كبار جدا زي أحمد بهاء الدين رحمه الله، الكاتب طبعا الصحفي العظيم طبعاً. ودكتور أحمد كمال زكي، ويعني عدد مهم من الكتاب. أهم ما يميز رؤساء التحرير وحتى هيئة التحرير أنهم كانوا في جلهم يعني في معظمهم كانوا من المصريين. هذه المجلة تخصصت في ما يمكن تسميته بالثقافة العامة، يعني لم تكن مجلة ثقافية متخصصة بشيء بمجال ثقافي بعينه، لكن هي كانت تغطي كافة مجالات الثقافة، من شعر إلى أدب إلى تاريخ إلى علم، حتى يعني فيها باب عن الثقافة العلمية رحمه الله الدكتور أحمد مستجير مصطفى، وهو يعني طبعا عالم مصري كبير يعني، وكان صحيح. يعني واحد من آباء علم الوراثة في العالم العربي، كان يشرف ويشارك في تحرير هذا الباب اللي هو باب الثقافة العلمية. كان فيها أبواب عن تراث دوحة العربي وما إلى ذلك، كان فيها أبواب عن حتى باب التسلية يعني كلمات متقطعة وأشياء من هذا القبيل، يعني هي كانت مجلة جامعة الحقيقة، وهي كانت تصدر شهريا، وكانت خطتها أن تقرأ على مدار الشهر، يعني اللي كان بيشتري المجلة كان بيحطها تحت المخدة كده أو حاجة ويعني يقعد يتسلى عليها لحد آخر الشهر. استقطبت كتاب كبار مهمين للغاية،
زي مثلا دكتور جابر عصفور ربنا يديله الصحه والعافيه، دكتور حسن حنفي، اساتذه من العراق، دكتور محمد مطلبي مثلا. يعني كان فيها اسماء الحقيقه مهمه ممن يمثلون اعلام الثقافه العربيه في الحقيقه. الى جانب ذلك ايضا كانت مهتمه الى حد كبير بالثقافه السياحيه، يعني وده ربما يكون باب يعني غير مطروق كثيرا في المجالات الثقافيه. فكان الدكتور محمد منسي انديل وهو الروائي المصري الكبير كان مشرفا على هذا الباب، وكان يسافر بنا في كل شهر الى بلد مختلف، من ماليزيا الى افريقيا الوسطى الى بلاد يعني مختلفه، الى منغوليا الى غير ذلك. وكانت هذه التحقيقات مصوره، فكانت تعطي المجله يعني قدر كده من الجاذبيه. صحيح. بهذه الصور النادره الطبيعيه الخلابه الحقيقه. يعني اعتقد دي جزئيه مهمه جدا لحضرتك ذكرتها. نعم. دكتور صلاح، فكره ان تكون هذه المجله ثقافه جامعه او متنوعه. نعم. ليست متخصصه، يعني ربما تكون هناك بعض المجلات الثقافيه متخصصه فقط في الادب او في بالضبط. الشعر. نعم. في علوم الطب فقط، في أي علوم. نعم. الهندسه فقط. نعم. فيما يتعلق بالاطفال على سبيل المثال. نعم. السياحه، الجوانب. نعم. الترفيهيه والتسليه وخلافه. الى اي مدى هذه التنويع وهذا الكوكتيل الجميل من المواد الثقافية حقيقة المبهرة في المجالات المختلفة نجح بشكل أو بآخر في جذب الكثير والعديد من القراء من مصر والوطن العربي؟ طبعا هو لما يكون يعني كلما اتسعت مساحة الاهتمام كلما اتسعت مساحة الجمهور المستهلك لهذا الاهتمام أو المتلقي لهذا الاهتمام. لأنه إذا قصرنا الأمر على جانب بعينه فنحن نخاطب فئة واحدة بعينها. صحيح. يعني مهتمة بهذا المجال. أما إذا نوعنا ووسعنا في هذه المجالات فده يعني توسيع رقعة القراء بشكل عام. في نفس الوقت في وجهة نظري أنه سياسة المجلة لم تكن يعني في مجال يعني تحديد مجال ثقافي محدد بعينه، ولكن كانت مفتوحة على كافة المجالات الثقافية مخاطبة لمن يمكن تسميته بالقارئ العام. يعني في عندنا قارئ متخصص وعندنا. صحيح. قارئ عام. وطبعا الاثنين مش متناقضين، يعني ممكن القارئ العام يكون القارئ المتخصص يكون قارئ عام في مجالات اخرى. صحيح. يعني انا متخصص في الادب او الفكر الادبي او النقدي او العلوم الانسانيه، لكن انا بالتاكيد مانيش متخصص في باقي المجالات المعرفيه الاخرى. صحيح. زي مثلا علوم التاريخ او الفلسفه او العلوم الطبيعيه او ما الى ذلك. فانا اذا رغم ان انا متخصص يعني اعد متخصصا. صحيح. فانا بحاجه ايضا الى المعرفه العامه الشامله في باقي المجالات الأخرى. وهذه المعرفة شريطة أن تكون غير متخصصة، لأنه في هذه الحالة لن تكون في متناولي أنا كغير متخصص. لكن المفروض يكون فيها قدر من التبسيط والعمومية بما يعني يمنحني معرفة عمومية أيضا. صحيح. وبالتالي فأنا بعتبر أنه هذه المجلة الحقيقة أسست أجيال من المهتمين بشكل عام بالثقافة. ومن استهوته منهم إحدى جوانب الثقافة يتوجه إليها بقى وتخصص فيها كما يريد، لكن يبقى الأمر متعلقا بفكرة التثقيف العام، يعني فكرة التثقيف العام. وطبعا هذا ليس بديلا عن التثقيف المتخصص. فكانت الكويت الحقيقة كمان رائدة كمان في إصدار عدد مهم من المجالات المتخصصة. زي مثلا المسرح العالمي، مجلة المسرح العالمي. زي صحيح. الثقافة العالمية كانت لها مجلة مهمة للغاية، أعتقد زالت تصدر، اسمها الثقافة العالمية. وكانت هذه المجلة فيها مترجمات، يعني هي كلها مترجمات عبارة عن يعني مقالات مترجمة من كافة مجالات الثقافة العالمية، من فكر إلى فلسفة. صحيح. إلى أدب. إلى غيره. وكان هناك عالم الفكر، وطبعا لازالت تصدر أي مجلة بحثية. صحيح. في مجال العلوم الإنسانية. وغير ذلك طبعا، وعالم المعرفة اللي هو السلسلة المعروفة التي كانت تصدر. فهذه التي عددتها الآن تعد من مجالات الثقافة المتخصصة. طيب. أما العربي فكانت يعني متفرغة لفكرة التأسيس الثقافي العام. وهذا يعني جانب آخر. صحيح. مختلف نوعيا يعني عن هذا الأمر.
طيب دكتور صلاح، هل شايف انه رؤساء التحرير اللي تولوا مهمه او مسؤوليه اداره مجله العربي كانت حقيقه مسؤوليتهم صعبه الى حد ما، لان هم بيشرفوا على مجله فيها هذا التنوع الكبير؟ ربما لو كان التركيز على ملف بعينه او مجال بعينه، ففكره ان انت ترسم سياسه تحريريه لمجله بتناقش مجال محدد، اعتقد المهمه هتكون اسهل بكثير من ان انت تشرف على مجالات متنوعه بهذا التعدد. طبعا بهذا التعدد. شايف الجزئيه دي ازاي يا فندم؟ والحقيقه انا شايف انه ده يحتاج ايضا الى مثقف كبير يخوض هذه طبعاً. الكوكبه يعني هذا الفريق العمل الضخم ذو المشارب المتنوعه ذو الاهتمامات المتنوعه الذي منوط به ان يقدم مثل هذه الماده المتنوعه على رصانتها. يعني ماده متنوعه ولكن بقدر من الرصانه وبقدر من الدقه والثقل المعرفي الذي يمكن ان يمثل جرعه ثقافيه دسمه يعني بالنسبه لمتلقيها. ولذلك هذه المجله لا يمكن ان يقود تحريرها او يراس تحريرها صحفي عادي يعني صحيح. يعني تحت مسمى مجرد صحفي لا. هنا احنا مش بإزاء مجرد صحافه، احنا بإزاء صحافه ثقافيه. وبالتالي هو محتاج انه يكون هناك رئيس تحرير على قدر من الرصانه والثقل المعرفي والثقافي، بحيث انه يقدر يعني يقوم بدور المايسترو وبدور المحرك لهذه المجالات المتعدده. من هنا نقدر نعرف اهميه وجود امثال احمد زكي ابو دكتور احمد كمال زكي مثلا على كرئيس لتحريرها في البدايه، ثم الاستاذ احمد بهاء الدين يعني على قوة ويعني ثقل وتألق العقلية الفكرية عند أمثال هؤلاء الناس. صحيح. من هنا أنا بعتبر الحقيقة أنه المجلة دي كانت بمثابة كتيبة من المحررين المثقفين الذين لم يتوقفوا عند التحرير يعني بمعنى صياغة الأخبار أو ما إلى ذلك، بل بمعنى استكتاب الكتاب الكبار في مجالات عديدة. ومن ثم فكانت هناك عملية تقدر نسميها كده إيه، هندسة صحفية يعني إن أنا عندي أبواب محددة في المجلة وعندي أبواب مفتوحة، وبالتالي من يمكنه أن يكتب لي في هذا المجال، من الآخر الذي يمكنه أن يكتب لي في هذا صحيح. المجال. طبعا من المفيد هنا الإشارة طبعا إلى أنه كان في وفرة مادية يعني سهلت إصدار هذه المجلة طبعا. بهذا الطباعة الراقية وبهذه هذا الورق الفاخر وأيضا بهذه والألوان التكلفة البديعة يعني الألوان البديعة طبعا طبعا, طبعاً. وبهذه أجور حتى الكتاب كانت مجزية الحقيقة مما جعل المجلة تستقطب أهم الأقلام في العالم العربي. صحيح. طيب دكتور صلاح، يعني كما ذكرت وكما نعلم جميعا أنه مجلة العربي يعني هي بتقدم مادة ثقافية لابد أن تتسم بها الرصانة والثقل المعرفي كما ذكرت في كلماتك، ولكنها هي في المقابل بتخاطب القارئ الذي يبحث عن الثقافة العامة وليس المثقف المتخصص بالضبط. كما ذكرت الآن. هل هذا الأمر يتطلب أن تكون المفردات اللغوية المستخدمة، أن تكون العبارات، أن تكون الكلمات سلسة إلى حد ما حتى تمام. تصل إلى الجمهور العريض من يرغب في الحصول على الثقافة أو المعرفة بشكل عام؟ لأن حقيقة المثقف المتخصص بيبقى ليه مفرداته ومصطلحاته ربما مزبوط. لا يفهمها الغالب العام من الناس. هذه المهمة أشبه بها السهل الممتنع، يمكن بالضبط. أن يعني نصفها في هذا الإطار أو في هذا السياق. كلامك مزبوط تماما فيما يتعلق بما نسميه نحن بالعلوم وتبسيط العلوم. تمام. يعني في علم الطب على سبيل المثال أو علم الهندسة، دي علوم متخصصة يعني على الباحث فيها أو المتخصص فيها أن يدرس عشرات السنوات حتى يمكنه أن يلم أو يكون يعني خبير أو مكين في هذا المجال. طيب ماذا بالنسبة للقارئ العادي أو للمتلقي العادي أو للمثقف العادي، يعني ماذا يمكنه أن يحصل من هذه المعرفة؟ هل يغيب تماما عنها بدعوى أنه غير متخصص فيها أو لم يؤهل للتعامل مع أبحاثها أو منتجاتها أو ما إلى ذلك؟ لا، هنا بقى يوجد ما نسميه بعملية تبسيط العلوم. هذه المسألة لا يقوى أي أحد على القيام بها، لأنه هذا الذي يبسط هذه المعرفة
ويعني يعيد توليفها ويعيد توضيبها بما يجعلها مستساغة أو قابلة للتلقي من قبل القارئ العادي، لابد أن يكون شخص بالغ التخصص في هذه العلوم. صحيح. يعني بلغ من المعرفة في هذه العلوم ما يجعله أن يعيد إنتاجها على نحو يعني فيه الجوهر وفي نفس الآن فيه سهولة التلقي. كما لو أنني جئت لأشرح نظرية النسبية لأينشتاين لطالب في الإعدادية مثلا، يعني مطلوب أن هو يفهمها. صحيح. لكن هذا الطالب في الإعدادية لم يؤهل في مجال الرياضيات ولا في مجال الفيزياء على النحو الذي يفهمها به كما ألفها أينشتاين. هنا لابد أن يأتي عالم حقيقي، أستاذ كبير، ليس شخص عادي، لأن الشخص العادي لن يلم بجوهر المسألة، يعني الجوهر والعرض، يعني في دائما هناك ما يمثل الأساس ويمثل الأطراف أو المركز والأطراف أو الهامش والمتن في أي موضوع. هنا لابد أن يأتي أستاذ كبير قادر على أن يقدم هذه المعرفة بالغة الدقة وبالغة التخصص وبالغة الخصوصية في عبارات بسيطة وفي أفكار قابلة للتداول وقابلة للتناول، في عرض مبسط قادر على بسط أساس الموضوع دون ما إخلال. صحيح. بدقة المعلومات أو دقة ما إلى ذلك. من هنا تأتي أهمية الحقيقة بقى دور هذا المبسط، نقدر نسميه كده، يعني نطلق عليه اسم المبسط اللي احنا محتاجين دائما انه يكون موجود، ليس فقط في مجال العلوم البحتة على طبعا خصوصيتها ودقتها الشديدة، لكن أيضا في مجال العلوم الإنسانية أيضا، لأن احنا صحيح. عندنا مثلا علم التاريخ ده يعني مليء بالمجلدات ومليء وهناك أساتذة متخصصين في مراحل بعينها أو في شخصيات بعينها أو في تاريخ بلدان بعينها. طيب القارئ العادي هل يمكنه أن يلم بكل هذه المعرفة؟ والبديل عن ذلك، هل ينبغي أن يكون جاهلا بالتاريخ إجمالا؟ أم أنه لابد من إعادة صياغة هذا التاريخ بحيث أو هذا المجال طبعا المفتوح يعني بشكل عام، يعني ليس التاريخ بحد ذاته، بما يجعله قابلا لأن يمكن أن يقدم في كبسولة بسيطة أو في مقالة سريعة أو ما إلى ذلك، بما يجعل المواطن العادي المهتم بالثقافة، وينبغي أن يكون كل المواطنين مهتمين بالثقافة، يعني إحنا كلنا متعلمين ولكن مش كلنا مثقفين. هذا طبعا هو الأمر الحقيقة، لأنه كلما يعني كلما وصلنا ما بين التعليم والثقافة كلما حصلنا على عقلية أكثر نضجا. صحيح. وأكثر عمقا وأكثر غنى وثراء، لأنه هذا أمر مهم للغاية، وبخاصة فيما يتعلق بسيطرة مفهوم التخصص في عصرنا الراهن، لأنه قديما كانت العلوم تقريبا متداخلة مع بعضها البعض، فكان صحيح. الفيلسوف كان رياضيا وفلكيا وموسيقيا وإلى غير ذلك. طيب، وكان طبيبا، يعني الفيلسوف كان طبيب، كلمة حكيم دي يعني كانت تطلق على الفلاسفة وتطلق على الأطباء في نفس الوقت. طيب الآن هل يمكنه أن أكون كل هؤلاء مع بعضهم؟ يعني في وقت واحد مستحيل. صحيح. لأصبح الطب فيه عشرات التخصصات. صحيح. فضلا عن الفلك، فضلا عن إلى غير ذلك. طيب ما الأمر إذن؟ هل ينبغي علي أن أحرم من أي معرفة أخرى سوى معرفة متخصصة؟ لا. هنا نحن ننادي بفكرة الثقافة العامة بقى، إلى جانب التخصص، إلى جانب معرفة متخصصة، لابد أن يكون هناك معرفة عامة اللي احنا بنسميها الثقافة. هذه المعرفة العامة لا يمكن أن تنوء بحملها سوى مثل هذه المجلات. بس يعني حاليا للأسف في الواقع الحالي ربما دكتور صلاح، في ظل الحداثة وفي ظل التكنولوجيا وفي ظل وجود شبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر، في عدد كبير حقيقة ربما من شريحة الشباب على وجه التحديد بيستقي معلوماته من على صفحات الفيسبوك، ربما هذا في المقابل جعل الكتب والمجلات الثقافية والمعرفية والعلمية والورقية تتراجع بشكل كبير. وعلى ذكر كمان التاريخ، وهذه طبعا حضرتك فرصه ان انت يعني نستفيد من حضرتك في هذا الامر، لما ذكرت التاريخ او المعرفه التاريخيه او الثقافه التاريخيه، لما تيجي تسال اي حد من الشباب او من الاجيال الحاليه تعرف ايه عن القدس، تعرف ايه عن صلاح الدين، هيجاوب على طول انا شفت الفيلم الفلان او المسلسل الفلاني. بالضبط. اذن الافلام مهمه جدا، السينما، الدراما، المسلسلات مهمه جدا، بس ما هيش هي الاساس عشان نعرف تفاصيل تاريخنا. ده كلام صحيح جدا طبعا.
لانه بالعكس احيانا بيكون في تزييف كمان التاريخ. يعني صحيح. كثير من الاسماء والاعلام ولا وقائع حتى والاحداث التاريخيه يعني ربما لخدمه بعض الرؤى الدراميه ربما او يعني او خدمه بعض السياسات. يعني صحيح. صحيح. يعني التركيز على جوانب بعينها و... لكن انا مثلا بيحضرني روايات جورج زيدان رحمه الله. يعني طبعا الكاتب اللبناني المصري الذي اسس مجله الهلال، وهو له عدد كبير من الروايات التاريخيه التي هي في حقيقتها روايات تعليميه. يعني هي تقدم التاريخ في اطار روائي درامي كده، زي مثلا تاريخ العرب في الاندلس، زي تاريخ العباسه، زي تاريخ بعض جوانب التاريخ العباسي الى غير ذلك من جوانب التاريخ. والحقيقه انه كان في كمان سلسله بتصدر في الهيئه المصريه العامه للكتاب، اعتقد في مرحله الستينيات وبدايه السبعينات، توقفت الان، بعنوان الادب للناشئه والعلوم للناشئه والمسرحيات المسرح للناشئه. يعني كان فيها دائما كان هناك كلمه الناشئه، اي شبان الصغيرين. فكان مثلا بيجري تبسيط، يعني اعاده صياغه على نحو مبسط ومختصر لاعمال تشارلز ديكنز على سبيل المثال، الروائي الانجليزي المعروف. فحكايه مدينتين او قصه مدينتين او اوليفر تويست تقدم في كتيب كده، ممكن نسميه كتاب الجيب، بدل ما يبقى في مجلد ضخم. وكانت تبسيط هذه الاعمال الادبيه وتبسيط هذه المعارف سهل التناول بلغه مبسطه وب يعني شكل شيق وجذاب، مما كان يجعل اجيال زي جيلي انا على سبيل المثال، وانا يعني ابن حقبه السبعينيات، يعني في مرحله الجامعه، لكن انا يعني نشات على هذه الاعمال، على الروايات العالميه وكتب الجيب وكتب المبسطه اللي هي كانت بتصدر في هذا الوقت، وعلى كتاب العربي الصغير اللي كانت بتصدره مجله العربي. يعني كان في ملحق الاول، كان باب داخل المجله، بحكم ان احنا يعني مش عايزين نبارح موضوعنا في مجله العربي، لكن هذا الباب انتقل الى ملحق منفصل، يعني مجلد، يعني زي كراسه كده، خاص بالاطفال، خاص بالاطفال والناشئه، نقدر نسميهم الناشئه، مش الاطفال بالظبط، تمام، لكن ممكن نقول سن المراهقه مثلا، لانه كان في برضه مش يعني ما هوش لان طفوله مراحل كما تعلمين حضرتك. صحيح صحيح. فكان اعتقد انه كان اقرب الى سن المراهقه، يعني سن 14 13 15 اللي هي سن بدايه تلقي المعرفه. احنا افتقدنا مثل وكان هذه. في اقبال على هذه النوعيه من على هذه ده كان انا اعرف بعض الاصدقاء والمحيط الخاص، يعني من كانوا يشترون هذه المجله خصيصا للاطفال عشان ملحق العرب الصغير. احنا افتقدنا مثل هذه الاعمال، بس اكيد مثل اطفال زمان غير اطفال دلوقتي خالص يا دكتور. طبعا انا متفق معاكي طبعا في هذا المجال، من انه يعني مواد او مجالات التسلية ازدادت بشكل كبير جدا، من تلفزيون الى انترنت كما تفضلت حضرتك، وبالتأكيد ده بالخصم يعني نسبيا من القراءة. يعني اجمالا يعني معدل القرائية تناقص في العالم كله في الحقيقة، وليس في مصر فقط، ولكن هذا يعني ان مجالات المعرفة اتسعت وليس تقلصت. يعني ينبغي ان نصيغ الامر على هذا النحو، انه احنا هنا نقدر بقدر من إعادة إنتاج المادة المقروءة في شكل أكثر جاذبية وفي شكل أكثر مواتاة للمزاج الجديد للشباب وللأجيال الناشئة. ده بيحصل إزاي؟ يعني هل منذ الصغر أن الأب أو الأم أو الأطفال يعني يكون من حسن حظهم أن هم يعني ينشأوا في بيت براعي للثقافة أو بيحب الثقافة فيعودوا فيبتدي أن هو يستميل للجزئية دي، ولا هي حاجة من المتعة إما هي تمتعني يعني أو لا تمتعني؟ الأسرة والكلام ده أنا شايف أن ده يعني نوع من ربما يعني التزايد النسبي يعني في المساله ديت، لانه 90% من كبار مثقفي مصر نشأوا في اسر اميه واشباه اميه، يعني كلهم ابناء فلاحين وابناء ناس بسطاء واصبحوا علماء واساتذه كبار. ليس فقط الاسره، طبعا الاسره بلا ادنى شك ولكن ليس العامل الرئيسي ولكن ليس العامل الحاسم في الموضوع، لانه الاسره تربي ابنائها لحد سن كام؟ وفي بعض الاسر ما بتربيش ابنائها اساسا، يعني العيال في الشارع او ما ايوه صحيح صحيح. هنا انا بقى اعول على مجالات اخرى،
طبعا الى جانب مجال ما لا استطيع ان اهون من شان الاسره، ولكن ليست العامل الوحيد وليست العامل الحاسم. انا هنا عندي مدرسه، وهنا عندي اعلام، وهنا عندي نوادي شباب ومراكز شباب، وعندي جمعيات، وعندي اسر طلابيه، وعندي انشطه في الحياه العامه. يعني الصالونات الثقافيه عليها دور، وقامت بدور هائل جدا في تثقيف اعداد لا نهائيه من ابناء الشعب المصري، وتطوير وتدريب وصقل مهاراتهم وقدراتهم. الجمعيات الاهليه ومراكز الشباب، واحنا نشأنا على المسابقات التي كانت تجرى في مراكز الشباب. صحيح. في الشعر وفي القصه وفي الروايه. دور الكتب، دار الكتب وقصر الثقافة اللي كان بيشغي، أنا ابن الزقازيق، مدينة الزقازيق أحسن ناس، وكان قصر الثقافة ده بيت آخر ليا، حيث كنت أتعلم مزيكا، وكنت بأرقص فرقة فنون شعبية، وكنت بأدخل المرسم عشان عندي بعض المهارات في الرسم. ما كنتش عارف أعمل إيه ولا إيه يعني، يعني كان في نوع من السحر لكافة المجالات. والمكتبة اللي أنا كنت بقعد فيها بالساعات وتستهويني هذه الكتب، فأجد نفسي أخذني مجال عن الآخر فألحق عشان ألحق المجال الآخر. يعني مثل هذه الحالة التي كانت تقوم بها دور الثقافة ومراكز الثقافة وقصور الثقافة ومراكز الشباب والمدرسة، المدرسة اللي كانت مليانة بجماعة الخطابة وجماعة الصحافة وجماعة الإلقاء وجماعة يعني حاجات كتير كانت بنتمنى انها تعود. كل هذه عوامل في إعادة انتاج الشخصية. صحيح. المستنيرة العقلانية العصرية المثقفة. يا فندم شرفتنا ونورتنا، وسعيدة جدا يعني بهذا اللقاء الشيق وهذه الوجبة الثقافية الصباحية. شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور صلاح السروي، أستاذ الأدب المقارن والنقد بجامعة حلوان. أهلا بحضرتك معنا يا فندم. أهلا بيك، والشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام. دلوقتي معادنا مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد مع الزميلة ميرفت المليك.